المقدسة وتوجه إلى مدينة السلام إذانا للاحتفال بعيد الفصح المجيد وقيامة السيد المسيح عليه السلام، من عبر الحواجز في القدس إلى كل الأراضي الفلسطينية وعبر الحدود إلى كل كنائس العالم في تحد واضح للاحتلال ولكل ممارساته على الأرض. اليوم كان احتفالات مهمة رغم تضييق الاحتلال الإسرائيلي عليها في القدس، ورغم ذلك نحتفل، رغم الاحتلال نفرح، لأنه بفرحنا نصمد على أرضنا ويصمد شعبنا ويصمد أطفالنا، وتكون لنا إن شاء الله في السنوات القادمة احتفالات بدون حواجز وبدون احتلال إسرائيل. هنا أيضا في ساحة المهد استقبل نور المقدس، نور الفرح، وسط احتفالات مركزية ليشعل شموع الحاضرين ويباركهم لإقامة القداس والهجعة بعدها. هذا النور الحقيقي هو نور الفرح والسعادة الحقيقية اللي بتعطي لكل إنسان لحتى يعيش حياة المحبة، حياة السلام، حياة التسامح، حياة الغفران، حياة التوبة، لأنه نحن حياتنا مش حياتنا على الأرض، حياتنا هي بالسماء، فهي النور الحقيقي بيكون معنا موجود لحتى الناس كلها تأخذ هذا النور ولحتى يكون النور موجود في قلبهم. المسيحيون الذين يسيرون وفق التقويمين الشرقي والغربي جاءوا من مختلف دول العالم لحضور الاحتفالات في مدينة بيت لحم، بينهم مئات الأقباط القادمين من جمهورية مصر العربية في مشهد احتضن عدة رسائل مؤثرة. حلوة جدا ومرتاحين جدا ومبسوطين كمان، ومعاملة الناس حلوة، يعني حاجة حلوة ما كناش متوقعين كده بجد، بلد جميلة يعني، فإن شاء الله ربنا يسعد كده. تاني سنة نأجي عشان نشوف النور ونشوف بيت لحم، احنا عجبنا بقى بيت لحم والنظام اللي هنا بصراحة يعني، والناس هنا معاملتهم حلوة كويسة معانا، ما شفناش حاجة وحشة بصراحة. مشاهد الاحتفال في بيت لحم هذا العام لم تقتصر على إضاءة الشموع والصلوات، بل تعدته إلى صورة جديدة من التآخي والتعايش المشترك عبر توزيع آلاف الوجبات التي أعدت في تكية ستنا مريم العذراء، وبالتعاون مع كافة لجان المحافظة لتوزيعها على كافة المحتفلين بعيد الفصح. هي مبادرة من قبل لجنة التكافل الاجتماعي وتكية ستنا مريم ومحافظة بيت لحم، ومشاركة فعالة من قبل المؤسسة الأمنية والكشاف الفلسطيني، من أجل أن يقدموا الشيء البسيط إلى الإخوان الوافدين إلى بيت لحم في هذا اليوم العظيم، وتقديم الوجبات الغذائية والمياه والعصير، حتى أنه نشعر الجميع بالأمن والأمان والطمأنينة. مواكب الكشاف المحتفلة بوصول شعلة النور سارت في شوارع المحافظة التي شهدت انتشارا مكثفا للشرطة لتسهيل مرور الشعلة وتأمين الاحتفالات بسلامة. بيت لحم تستقبل كل المؤمنين، كل من جاءها ملبيا زاهدا حاجا سائرا على درب الآلام، درب أبناء شعبنا. لتلفزيون فلسطين ليال عبيد.